أعلنت منصة بيزنس إنسايدر المختصة في الشأن الإفريقي، أعلنت تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي للعام 2024. وذكرت منصة بيزنس إنسايدر أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائر، فيما استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها. وأشار التقرير إلى أن تلك البلدان الإفريقية أنفقت الوقت والموارد لضمان قدرتها التنافسية العالية على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار.